السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نزيدو نتعرفوا على الواجهه تاع جيرو، تبع معايا. اذا هذه الواجهه ديالو. اذا مثلا اول حاجه باغي نبدل مثلا اللغه، اذا نجي هنايا، اذا فين عندي هنايا السميه ديالي، كليكي عليها البروفايل، اذا نهبط هنايا بيرسوناليزي ولا بيرسونال سيتينغ. هنا يعطيني مثلا اللغه باش راها كاينه، اذا بلونغلي راها نبدل هنايا مثلا، اذا ما كاينش العربيه، اذا مثلا نردها بالفرنسيه، اذا هي تبدلت. يعني هنا لتحت ايضا عطيني بالنسبه لي نوتيفيكاسيون واش تصيفطهم للايميل ولا لا، نخليه يصيفطهم. هنا ايضا عندي هنا لتحت مثلا التام اللي اختاروا، اذا اوريجينال، اذا كاين بزاف الحوايج هنايا. هنا ايضا عندي هنايا بالنسبه لي بارامتر، يعني تحت بارامتر اذا كيقول لي انا يا ادمنستراتور. هنا عندي الجيستيون تاع لي زوتيليزاتور، الفاكتوراسيون، بزاف الحوايج هنايا اللي ممكن انني نبارامتريهم. اذا هنايا عندي الهلب اد، كندي شي حاجه هنايا لي نوتيفيكاسيون، اي موديفيكاسيون ولا شي حاجه تزادت ولا ندارت غادي يعطيني نوتيفيكاسيون تخرج لي هنايا. هنايا الريشيرش، نكتب غير ريشيرشي على شي حاجه نديرها هنايا غادي يعطيهاني. هنا كرياسيون، اذا كليكي عليها. اذا هنايا عندي لو تيب نتاع التيكيت، اذا كليكي عليها ستوري طاش بوغ ايبيك. ايبيك مثلا الا كنت باغي نكريي شي فونكسيوناليتي اللي كبيره، مثلا نقولوا الموقع ديالي منصتكم وباغي نبيع شي حاجه فيها مثلا، وغادي ندير مثلا بيمون اونلاين، غنسميها في الايبيك بيمون اونلاين. وهذا البيمون ولكن كاين فيه انواع، اذا غادي نجي نكليكي هنا ايضا غادي ندير له ستوري ونقول له مثلا بيمون مثلا بار يعني بلا بنك ديريكت، ولا بايمون بار باي بال، ولا بايمون، يعني نبقى ندير دي ستوري، يعني دي فونكسيوناليتي شويه صغار غادي يكونوا نتاع نتاع الايبيك. ولي طاش تعطي دي طاش صغار، يعني شي حاجه تندار، شي طاش مثلا تقول له مثلا كريي لي شي لي يوزر، في مثلا واحد 10 يوزر كريهم لي في باز دوني ولا شي حاجه مثلا طاش، غادي تعطي له هنايا. وهنايا لي بوغ مثلا شي انومالي ولا شي حاجه غادي ديرها هنايا في بوغ. اذا هنايا كدير هنايا مثلا انا غتهضر لو تيتر، ودير هنايا مثلا تكتب لا ديسكريبسيون اش باغي دير، مثلا كملت كلشي مورا ندير كري، انا مازال ما وصلناش ندير انولي. هنايا عندي بالنسبه لي زابليكاسيون كاملين اللي كاينين عندي هنايا، نكليكي مثلا هنايا اذا كيعطيك كاع لي زابليكاسيون هنايا اللي ممكن انا نتعرف عليهم. هنا كيعطيك لي زيكيب، الا بغيت انفيتي شي واحد غادي يعطيك هنايا كلشي. هنا الطابلو دبور، الا كنت عندي شي طابلو دبور ولا بغيت نكري شي طابلو دبور. بالنسبه لي فيلتر، اذا باغي دير شي حاجه شي فيلتر هذا غادي تاهما نتعرفوا عليهم. بروجي اللي عندي هنايا، وهنايا فوتر ترافاي، اذا ما عندي حتى شي حاجه هنا. نرجع هنايا نجي لا سوفتوير.